شيخنا في مباحثات الاحكام القرطبيين دعت السلفيين بالغلظة وعدم الرفق. رددنا عليه. قلت هذا يعني أنا سؤالي الآن. يعني ما أدري هل ترون أن هذا أن هذه السمة هي سمة الكثرة الكاثرة من أبناء يعني هذه الطائفة المنصورة إن شاء الله وهم الغرباء، أم هي يعني ميزة لبعض الأشخاص؟ وما هي نصيحتكم حول يعني هذا الأمر؟ والله يا أخي أنا أعتقد أن لهذه التهمة أصلا لكن يبالغ فيها. لا نستطيع أن نبرئ أنفسنا من مثل هذا العيب، لكن أيضا أعتقد جازما أن خصوم الدعوة يبالغون في تقديرها، ولذلك أسباب، بعضها من طبيعة الجماعة وبعضها من طبيعة خصومها. طبيعة الجماعة إن كان هناك جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من المسلمين عامة فهي هذه الطائفة، ولذلك فحينما هم يلحون على بعض الأمور بالأمر المعروف والنهي المنكر يصبح هذا بالنسبة للآخرين المتساهلين بالقيام بهذا الواجب فيه شدة، فيه تطرف، فيه ولذلك الآن الإعلام هذا العالمي الكافر الظالم يسمي هؤلاء المتطرفين بالأصوليين، لأنهم صاروا متميزين عن الآخرين بأنهم حريصون كل الحرص للرجوع بدينهم وبإسلامه إلى أن يجعلوه يعني حكما يمشي على وجه الأرض. فهذا ما يتعلق بواقع هؤلاء الغرباء أو أهل العقيدة أو الطائفة المنصورة. في شيء آخر قد يكون عيبا فيهم أو في بعضهم، وهذا لا يخلو منه أي طائفة وأي جماعة، أنهم قد يصدر منهم أحيانا بعض الشدة كان لا ينبغي أن تصدر، لكن هذه يبالغ فيها ويتعمم إلى كل من ينتسب إلى هذا المنهج الصحيح، فتخرج حينئذ المسألة عن حقيقة إلى الخيال. فلهذين السببين، أحدهما يتعلق بحقيقة هؤلاء الذين يقومون بواجب لا يقوم به الآخرون إلا ما قل وندر، والآخر يتعلق بخصومهم الذين لا يرضون هذا المنهج الذي هم يسيرون فيه، خاصة حينما يعالجون أمورا هم الآخرون يسمونها بثانوية، هذا إذا ألان التعبير، وإلا سماها قشورا وسماها سبب للتفريق وهو إلى آخر ما هنالك من تعابير ملؤها الظلم. فهذا ما أراه جوابا عن سؤالك.